يا غالية الحمد لله على السلامة يا سيد الحاج. يا في نهار أبيض حاج مبرور يا أبا، نورت الدار. الله يخليك يا جليلي. وحشتني يا عم. أنت كمان يا سعاد وحشتيني. ألف بركة رجعتك بيتك بالسلامة يا حاج أبو عارف. الله يخليك يا مرات أخويا، وعبالك إن شاء الله لما تزور الحبيب وتقف على باب داره. اكتبها لنا يا رب يا كريم. أيوة أمال، أصل حاكم زيارة الحبيب دي للموعودين. أمال إيه؟ أقبل كل سنة يابا. ألا هي بتعيط ليه دي؟ فرحاني يا حاج، فرحاني. مبسوطة؟ مبسوطة برجوعك يا حاج. ودعت لنا هناك يا عمي. ايه اللي دعت لكم؟ هو انا ليه مين غير ولادي ونسوان ولادي وولاد ولادي؟ داني دعت لكم فرضا فرضا، وكل واحد باسمه. وخصوصا انت يا سعاد، دعيتك ان ربنا يرضيكي ويناولك اللي في بالك. امين يا رب بحق جاه النبي. تعيش لنا يا عمي، ما يحرمناش منك يا رب. يلا اني بقى هروح اقعد مع رجالي، وانتوا تحضروا الاكل، وما تنسوش الصواني اللي هتطلع الفلاحين بره. حاضر يا عمي، ده عارف ده بحاجلين بحالهم عشان البلد كلها تاكل. كله من خيرك يابا. اطمن يا حاج على الاخر، كل شيء جاهز ومتحضر. على بركه الله. على اذنك. يلا يا حاج يلا المطبخ، يلا عشان نخلص اللي ورانا، احنا مش فاضيين. يا دي النور، يا دي النور. يا جماعه يا حاج زكريا، اهلا يا عم الحاج زكريا. منورنا يا شيخنا، حصلت البركه. الله يبارك فيك يا عم الحاج زكريا، عودا ان شاء الله. نورت بيتك يا حاج. اي والله يابا، الدار ما كان لا حس ولا نور ولا طعم من غير ربنا. يخليكم يا اولاد. هو اخوكم شكل ما عرفش ينزل اجازه ولا ايه؟ اكيد حاول ينزل ما عرفش. ايوه، ما هو الجيش مش سهل فيه الاجازات. اي والله القعده كانت ناقصه. المهم نورت دارك يا حاج. ده نورك يا عمدي. والله يا حضره النظر، المدرسه من غيرك ما كان ليها طعم اخر. البركه في ربنا ثم فيك يا راضي يا ابني. اني كنت متاكد انك سدد مكاني يا جمال زياره النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عقبالكم جميعا. ربنا يبعدنا جميعا يا رب. ودي المره الكام يا عم الحاج؟ اني بفضل الله حجيت مره قبل كده. المره دي حجيت عشان ام عارف، الله يرحمها، مراتي الاولانيه. الله يرحمها. وربنا اداني الصحه وطوله العمر، هحج السنه الجايه ان شاء الله عشان ام راضي، الله يرحمها يا رب. الله يرحمها. ربنا يرحم الجميع. ربنا يقدرك ان شاء الله يا اخويا. طول ما انت حي رزقك جاي. اوعدنا يا رب. لا وايه؟ معاك حبيبك وعشره عمرك حضره الناظر. امال ايه؟ حضره الناظر ده اخويا وعشره عمري، طول عمري اسنده ويسندني. ربنا ما يحرمكم من بعض ابدا يا حاج. ربنا يجمعنا دنيا واخره على المحبه، اني والحاج زكريا. اللهم امين. ده احنا طول عمرنا عشرتنا على الطيب الطاهر، وبيجمعنا حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. امال ايه؟ مش حضرته اللي قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي التي بين جنبي؟ صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يلا يا اولاد يلا شهلوا، ما عادش فيه وقت. بدري يا ست غالي، ما تخافيش كله هيخلص حالي. ست غالي، اكتبها تحت الدبايح، هتعملي فيها ايه؟ انت لسه ما عملتيهاش يا نعيمي، ما قلت لك شوحيها في حته زبده، عم الحاج بيحب ياكلها كده. من عينيا. حاضر. هي سعاد جهزتي الفته ولا لسه؟ جاهزه يا حبيبتي، ما فاضلش الا اللحم. خدي اللحمه هي حبيبتي. هاتي. تسلم ايديكي يا سعاد، ما تحرمش منك يا اختي. بقول لكم ايه، انا طالعه اشوف قطة ابويا، يكون ناقصها حاجه كده ولا كده؟ اطمني يا جليله، انا مجهزاها بنفسي ولسه نازله من فوق. الاوضه زي الفل يا جليله. معلش انا برضو بحب اطمن بنفسي، عمايلكوا دي ما تملاش عين. خلاص يا اختي روحي اطمني بنفسك، جليله بنت عمي وانا عارفاها، لا يعجبها العجب ولا صيام فراجه. فعلا جليله ما بيعجبهاش اللي عمايل ايديها. بقول لك انت وهي، انتوا هتعملوا لي سلويكم؟ اذا كنتوا انتوا سلايف وبتجاملوا بعض، اني برضو عمتكم ولازما تحترموني. جرى ايه يا جليله؟ هو انت على طول كده متلفحه بلسانك؟ وبعدين عمت ايه دي اللي انت عاوزه تعمليها علينا؟ فاكره واحنا صغيرين اما كنت بديكي كل علقه والتانيه؟ وانت مش فاكره لما كنت بديكي كل حضه والتانيه؟ بس يا بنت، بس يا بنت، عيب انت وهي. الله،
بطلوا نقرض ضيوف دلوقتي، ما احناش فاضيين للكلام ده. خبر ايه يا ستات؟ انتوا لسه ما جهزتوش، الناس جاعوا. اطمن يا اخويا، كل حاجه جاهزه. واكل الفلاحين فين؟ الثواني هي عارفه عليها اللحم. اطمن يا عارف، كل حاجه تمام. خلاص احنا نحط الناس اللي بره الاول. يلا امال يا فتحي. الناس جاعت يا اختي. خلاص يلا انت ويا يا اختي اعملوا لكم ايه مره. انت هرفع الغسيل عشان تخرجوا الاكل الفلاحين. يلا حاضر من عيني. وانت يا رابحه خد الطبق وروح رصيها على السفره على ما نخلص. حاضر يا ست الحاجه بس مخلص اللي في ايد. يعني عارفه البرنسيسة بنتك ما جاتش تساعدك ليه؟ يكونش على ايديها نقش الحني. ابدا والنبي يا ست جليلي، ده هي تعبانه وبطنها كانت بتتقطع وانا جايه الصبح. الف سلام عليها يا رب. ان شاء الله تسلمي يا ست سعاد يا اميره. لو ما خفتش على الميسي وديها الوحده يا وليه. حاضر يا ست الناس، الهي ما نحرمش منكم ابدا يا رب. يا ساتر. يلا هات الصواني دولي يا جليلي. يلا يفيدكم النعيمه ويديكم ويرضيكم يا ولاد الاكابر زي ما بتراضوا الغلابه. سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله. الله الله عليك يا شيخ. الله الله الله. يا نفس طه طبيبي. يا زكريا ارجوك تعفيناني، لازم اروح البيت، زمانهم مستنيني على نار. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ مش هيحصل، لازم تاكل معانا لقمه. ما انت عارف تلاقيهم دلوقتي قلقانين عليا قوي. ما احنا مستحيل هنسيبك، بطل منهدى بقى يا استاذ رشوان. هتاكل معانا يعني هتاكل معانا يا حضره العمده. حضرتك مش فاهمني، انا قلت لهم اني هوصل النهارده بس حكمت عليهم محدش يجيني المطار عشان اجي مع الحاج زكريا ونفرح مع بعض بالعوده. وهو كده كفايه بقى، روح. ما تحاولش. وده معقول يا حضره الناظر؟ ده انت مكرم كله. والله ما انا عارف اقول ايه. هنقول بسم الله ونخش على الاكل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف عبد الله على السلامه يا حاج. الله يسلمك يا ام خالد، منور بيتك يا حاج. تعيش تعيش يا ست الكل. دي الدنيا كانت مضلمه من غيرك. كتر خيرك. الحمد لله على السلامه يا اخويا. الله يسلمك. هاي عمر، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. انا تمام والحمد لله. عامل ايه في الدراسه؟ تمام والحمد لله. المهم انت عامل ايه يا بابا؟ اني فل الفل والحمد لله. ان شاء الله دايما يا رب. وقريت لنا كده الفاتحه عند الحبيب عليه الصلاه والسلام. اذا كنت شغال كنت هقرا لمين؟ ودعيت لي بالنجاح يا بابا. طبعا يا حبيبي، ما هو انت اللي فاضل في الدراسه،
نفسي بقى اطمن عليك وتتجوز واشيل ولادك زي اخواتك. يا رب يا رب يا حاج اسمع من بقك يا رب. وجبت لنا ايه بقى من عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام ده انا جبت لكم حاجات جميله. قوم يا عمر قوم هات الشنط عشان افتحها. لا ما في الشنط هتتفتح الا لما تاكل يا اخويا لقمه معانا. ده بحالك ذكر البط اللي يفتح النفس. طب تعالي هنا بس تعالي. تعالي طب شويه كده. اصل ايه زكريا مسك فيا هو والعمده وكلت معاه كده برضو يا حاج. بقى احنا مش عايزين نحط لقمه ببقنا لما تيجي تاكل معانا تقوم تاكل مع صاحبك. اهو انت كده بقى زعلتني يا حاج. لو النبي ما اقدر على زعلك ابدا. خلاص روحي جهزي واني حاجبر ازاي من عينيا. قولي يا عمر اوعى تكون سبت والدتك وبيت في المدينه الجامعيه. لا طبعا يا بابا دي جوه عينيا وانت مصين عليها. طبعا يا ابني. بقول لك ايه، انا نفسي تحول هنا جامعة المنصورة عشان تبقى قريب مننا وتيجي كل يوم تبات في البيت. يا بابا الناس بتحول من جامعة المنصورة لجامعة القاهرة، عايزنا بعكس كل الناس. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انت مبسوط هناك؟ الحمد لله انا مبسوط في وسط زمايلي ومبسوط في الجامعة. ربنا يوفقك يا ابني. ايه كلها سنتين وتخلص، ربنا يقضيهم على خير. فاكراني مش عارفك يعني؟ حبيبي بيعمل ايه؟ بحضر النصوص بتاعت بكرة. وريني كده. دي قصيدة المساء لخليل مطران. الله انا بحب قوي القصيدة دي. مش هي دي القصيدة اللي قبل ما تخطبني كنت دايما تقولي اول ما تقراها تفتكرني؟ ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجائي وخواطري تبدو تجاه نواظري كلمة كدامية السحاب إزائي والدمع من جفني يسيل مشعشعا بسنى الشعاع الغارب المترائي. الله تجنن. ده انت اللي تجنني. بطل بكش بقى، احنا خلاص كبرنا على الحاجات دي. كبرنا ده ايه؟ انت اللي كبرت لوحدك لكن انا لسه. اخصى عليك انا كبرت. عشان كده بقى بطلت تكتب فيا اشعار. لا والله انت يعني شايف الشعر مقطع بعضه. داني على يدك بقالي شهور ما كتبتش قصيده واحده. تعرف ان الحكايه دي مضايقاني قوي يا راضي. اعمل ايه بس يا سعاد، التحضير والتدريس واخدين كل وقت. اهلا 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 حبايبي. اهلا اهلا اهلا. انتوا هنا يا عيال وانا بدور عليكم. ازيكم وحشين. لسه جايين حالا يا جليل. ما تاخديهاش بحساسيه يعني، اصلهم بيحبوا خالهم قوي وروحهم فيه. انا كمان روحي فيهم يا جليله. الهي يرد روحك ويكرمك ويرزقك بالذرية الصالحة بقى يا رب. ايه كده بس يا جليلة؟ لا اله الا الله، انا بدعي لك مش بدعي عليك. ولا اللي يقول الحق في البلد دي خرجوه من البلد. جلالة يا سعاد، انت هتحط في دماغك الكلام الفارغ ده تاني؟ ما انت عارفة جليلة اختي طول عمرها كده، ترمي الكلمة وزي ما تيجي. بس بتحب، والله العظيم بتحبك وانت عارفه الكلام ده. ما هوش معقول يا راضي كل ما تشوفني تخبطني كلمتين، ده كتير كتير قوي يا ستي. اللي بينا ده بتاعنا احنا وبس، واذا حد يعني تدخل او تجاوز فمش هبقى اكتر من كلمتين فارغين يترموا خلاص. لكن حياتنا احنا كيفها بايدينا وزي ما احنا عايزين. وصحيح كلمتين بيترموا لكن مش وخلاص، بيجرحوا قوي يا راضي، بيبقوا في منتهى القسوة. يا حبيبتي انت حد يهمك غير يعني؟ لا طبعا. خلاص واني ما يهمنيش اي حد في الدنيا غيرك انت وبس. سعاد انت اختياري وحبي الوحيد. انا بس اللي صعبان عليا انهم شافوا مدى العذاب اللي تعذبته الخمس سنين اللي فاتوا والعمليات اللي عملتها والعلاج اللي اخدته. عامل ايه مش بايدي، ربنا عاوز كده. اديك قلتيها اهو، ربنا عايز كده ولا رد لقضائه. وانت كمان مش مطلوب منك اي حاجه تاني، داني بنفسي اللي منعك تروح للدكاترة إطلاقا، وكفاية اللي بيننا. ويا ستي ده في ناس عندهم أفة عيال ومفيش بينهم لحظة الدفى والحب اللي بيننا. الحمد لله إن ربنا أنعم علينا بيها. وبعدين أنا راضي والجميل راضي، خلاص بقى مالك أنت ومالنا يا قاضي. أيوة كده بتسمي. يلا يا قمر قومي اغسلي وشك وروقي كده. بس عمي شكله تعبان يا عارف وخسس قوي. امال ايه، انت مستهونه بمشوار الحج ده؟ دي الواحد بيبقى عقله لا في اكل ولا في شرب ولا في نوم،
حد يبقى عند الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام ويفكر ياكل ولا ينام. يا رب اكتبها لنا يا رب يا رب يا رب. بس بقولك ايه يا غالي؟ نعم يا اخوي. انا عايزك ان شاء الله تاخدي بالك من اكله وكل طلباته علشان يرجع يرد بسرعة والتعب اللي على وشه ده يروح. يو انت هتوصينا على عمي؟ عارف اياك هو ابوك لوحدك. ربنا يخليكي لنا يا غالي. تعيش يا اخوي، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا عارف. لا ما انا اصلا عارف ان كل حاجة في الدار على دماغك، وانا خايف يعني في وسط دوشة الدار والعيال تتوهي عنه وتنشغلي. لا لا يا عارف، اني انسى كل حاجة الا طلبات عمي وطلباتك انت كمان يا ابو سامح. ربنا يخليكي لي يا غالي يا رب. انت بقى من غير شر، على فين كده؟ مش يوم راحتك النهاردة؟ لا انا لازم انزل اطمن على الشغل. بردك ما يجراش حاجة لما تريح جدتك شوية النهاردة، الشغل مش هيطير. ازاي بس؟ ما انت عارفة انني امبارح طول النهار والليل في مورج رجوع بيها بالسلامة، يعني لازم اطمن على الشغل بنفسي واشوف الرجاله جمعوا الطماطم ودوها الوكاله ولا لا عشان التجار هيشيلوا النهارده، وبالمره افوت على المطحن اشوف الشغل عامل ايه هناك. فوتك بعافيه. الله يعافيك، ربنا يقويك ويهدي لك صحتك يا ابو سامح ويريح قلبك على قد ما انت مريح قلب ابوك على ماله وشغله. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ادخل. صباح الخير ياب. صباح الكل. اهلا اهلا، ازيك يا جلجلي؟ تعالي تعالي اقعدي جنبي. عامله ايه؟ انا بخير ياب، انا قلت اجي اطمن عليك اشوف يعني عايز حاجه كده ولا كده قبل ما امشي. كتر خيري. هو انت ماشيه دلوقتي؟ ايوه يابا، انا بايته هنا من امبارح انا والعيال، وبعدين ثروت قال لي هيخلص شغله على طول ويرد على دار عمي. خلاص خليكي على راحتك. وانت عامله ايه معاه؟ وعامله ايه مع عمك العمدي؟ اوعي تكوني زعلاهم منك. اني داني نسمه، اطمن ياب. وانت كنت بتسالي على اخواتك وانا مسافر؟ ايوه يابا، كل يوم لما كان شاكر اخويا واخد اجازه كنت باجي عشان اشوفه، وراضي كمان كنت بشوفه على طول. هو عارف اللي كل ما اجي ما كنتش بلاقيه خالص. الله يعينه، شايل الشغل كله على دماغه، متحمل المسؤوليه كلها. ما انت يابا اللي مسلمه كل حاجه ومخلينا زي الطراطير، ولا نعرف راسنا من رجلينا في مالك اني واخواتي. هو كان حد منهم قال يا شغل واني قلت لا؟ قدامك راضي اهو ماسك في التدريس والشعر، وقال مليون مره ماليش دعوه بالتجاره، وشاكر اخوك قدامه الجيش، لما يخلص همسكه الشغل مع اخوه. لا بس انت برضو مكبره علينا زياده عن اللزوم، كل حاجه قوله لعارف خده من عارف. ده كفايه ان انت ما بتناديلهوش غير يا ابن الغالي، يعني هو ابن الغالي واحنا اولاد رخيصه؟ عيب يا بنت خديشه، ما تقوليش كده على امك، انت فاهمه كويس. عفاف ام عارف كانت اول فرحتي، وماتت في عز شبابها، والواد ما ترباش في حضنها زي ما انتوا تربيتوا في حضن امكم، ومن صغره هو شايل الحمل معايا وبيكبر في المال، فيها ايه زعل دي؟ ويعني ما يزعلنيش ان انت حجيت لامه وما حجيتش لامي؟ ماني قايل مليون مره، السنه دي لام عارف، والسنه الجايه ان شاء الله ان عشت لام راضي. طب وش معنى هي الاول يعني؟ يوه يا جليلي، خلاص انا راجل وحش ومش كويس، شوفي عيالك عشان توكلي على الله. يابا هواني كل ما اتكلم معاك كلمه تقوم انت خلقك يضيق وتزعق لي؟ ما انت مش عايز تسمعي الا اللي في دماغك. طب ما تزعلش مني. انا ما بزعلش منك، ربنا يهديكي بحق جاه النبي عليه الصلاه والسلام. طب عايز مني حاجه؟ مش عايز منك حاجه، يلا توكلي انت على الله. طب ايدك يا ابو سامح.